عندنا قلق شديد من تحديد من بعض الفساد المسلحة خارج سيطرة الدولة ضد الدبلوماسيين، ضد السفارات، ضد الأجانب، وأيضا ضد سكان بغداد. للأسف شهدنا هجمات كثيرة خاصة ضد السفارة الأمريكية، بس أيضا ضد الدبلوماسيين البريطانيين. كان في هجوم ضد مركبة دبلوماسية بريطانية قبل شهرين، وصحيح أن كان في لقاح هنا في السفارة البريطانية مع 28 سفير عن هذا الموضوع. كان عندنا قلق شديد من هذه الهجمات، بس بعدين كان عندنا حوار إيجابي جدا مع الحكومة العراقية في هذا المجال، ونثمن الآن جهود من قبل الحكومة العراقية لتحسين مستوى الحماية للدبلوماسيين في العراق وخاصة للسفارة الأمريكية. وأنا سعيد أن منذ شهرين ما كان في هجمات كثيرة ضد السفارة الأمريكية أو ضد السفارة البريطانية، بس للأسف لسه في تحديد من الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة. وللأسف طالما راح يكون في هذا التحديد من الفصائل المسلحة، يعني ما أعتقد أنه راح يكون في استقرار، وبدون استقرار ما راح يكون في نمو اقتصادي، وما راح يكون في زيادة في مستوى الاستثمار في بغداد. فعلى المدى البعيد لازم يكون في دعم أكثر من قبل المجتمع الدولي للحكومة العراقية ولمؤسسات الدولة العراقية، لأنه بدون دولة قوية في العراق ما راح يكون في استقرار في البلد.